يقول ميدنا أنا يهمني المقطع هذا بس اللي نعرض خلف سوك على خلاص قم قم أحبابك يا أبو سلطان. شو اللي حصل محمد؟ والله هبدي أبو سلطان شوفت عينك اللي صار العايد صار معي وأنا كنت معه من بداية البث. ليش تطلع معه؟ ما شيء اسمع من برا الأمانية يوم قدني هناك قلت يا ولد والله ما بخليك الحالة دامك طلعت بطلع معك. ما تيش؟ قلت ما بخليك الحالة دامك طلعت عند الباب بطلع معك عند الباب وبنعود يعني العقوبة اللي نعطيها عايد نعطيك إياها نفسها يعني. الله يا أبو سلطان. أنت ما عندك أخطاء كثيرة أنت. أول خطأ لك أنت. الله. وأول خطأ جبت العيد ما جبت خطأ عند. طلعنا عند الباب يا ولد ما طول وعود. عايد عنده هروبين وجوال وش الجوال اللي وش هو؟ أنت أرسلت لي مقطع صح؟ أنت معك جوال عايد ها؟ صادروا عليك أمس؟ إيه؟ تعال 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 يا يعني. افتح المايك. لا لا تعال تعال بدون كرسي تعال. تعال. هذا أنت ولا لا؟ ما أقدر أعرض الفيديو ذا. هذا بس مو بنت همت هذا هذا يوم انا قديم قديم يوم البراد قبل امس ايه قبل امس ها ايه يوم البراد خلاص وجاك على عقوبه ولا ما جاك على شيء الجواب ها هذا ابو عبد الله عاد والله ما ادري خلاص طب لكن اكيد يعاقب من عندك اكيد محمد لبيه يا ابو سلطان قلت ماني بخليه لحاله اي والله قلت ما بخليه لحاله كم قعدت برا والله شوف تقريبا اجلس يا عاد جوال ايش ذكره ها الجوال مش مشكلته خلاص اجلس خلاص يا عايض ها قعدنا يمكن 15 دقيقه او 10 دقائق تقريبا ما طول وش سويتوا برا شوفت عيني والله يا سلطان بس هنا الينا طلعنا ورا مرجعنا طيب واذا جاك استبعاد كل الناس ظلموني الله يا ابو سلطان ولا عادي ما مستبعد ما في مشكلة لا والله ما هي إنها ما هي مشكلة تصرفاتكم تقول استبعدونا أنا ما عدي بالبرنامج أنتوا حتى في اللي مع وليد تقول خلنا نطلع مليتوا من المكان حنقدنا على نهاية البرنامج من هو اللي ما يبغى البرنامج دلي. اللي صبر مدري كم يوم يا أخي أنا ما عندي مشكلة أنك تخالف بس أنك تخالف وتصور بعد يعني على قولتهم عيب وعليه شهود هذه مشكلة هذا شيء وصار يا أبو سلطان يلا تفضل زاد فضلك